السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرى الطالب عمر خير. بسم الله. النمل أخبرني نعيم ونعمان صديقان حميمان يعملان معا في دكانهما الذي يبيعان فيه الحبوب المختلفة مثل القمح والعسل والعدس والفول والحمص وغيرها. كان نعيم ونعمان يذهبان إلى الدكان صباح كل يوم، ويأتي المزارعون من القرى المزاورة ليبيعوا الحبوب لهما. كان نعيم ونعمان أمينين لا يتلاعبان بالميزان ويدفعان للمزارعين الثمن البضاعة بأمانة وصدق دون استغلال حاجتهم. بعد أن يذهب المزارعون يأتي التجار الصغار ليشتروا الحبوب من دكان نعيم ونعمان، وكان التجار يحبون الصديقين لأخلاقهم الحسنة في التعامل ولأنهما يحبان بعضهما. بعد أن يذهب التجار، كان نعيم يجلس وقت الظهر أمام دكانه ويراقب النمل كيف يعمل على نقل الحبوب إلى بيته داخل الدكان. وكان يعجب لنشاط النمل الذي يعمل دون أن يجمع الحبوب استعدادا لفصل الشتاء. وفي المساء كان نعيم ونعمان يتقاسمان الربح ويعود كل واحد منهما إلى بيته بعد إغلاق الدكان. وفي مساء يوم من
تخلصي من شراكة نعيم له في الدكان. في صباح اليوم التالي ذهب نعمان إلى الدكان دون أن يخبر نعيما بالأفكار التي تدور في ذهنه. وبعد أن أنهى نعيم عمله جلس أمام الدكان يراقب النمل وهو يتعذب. فجأة نادى نعيم: يا نعمان، أخبرني لماذا تفكر بالتخلص من شراكتي مع أننا نعمل معا منذ فترة طويلة. قال نعمان: أريد الدكان لي وحدي، وسأدفع لك ما تريد، ولكن أخبرني كيف عرفت. قال نعيم: النمل أخبرني يا صديقي، لقد لاحظت أن النمل كان يجمع الحبوب ويدخلها إلى دكاننا كل يوم. أما اليوم فقد لاحظت أن النمل يأخذ الحبوب من دكاننا ويذهب بها إلى الخارج، وأرجو أن يكون في ذلك عبرة وموعظة لك. أصر نعمان على شراء الدكان، فباع نعيم حصته من الدكان لصديقي نعمان، وفتح دكانا أخرى في السوق. أخذ المزارعون يذهبون إلى دكان نعيم ليبيعوه الحبوب، ويأتي إليه التجار ليشتروا منه. فازدهرت تجارته وكثرت أمواله. أما نعمان فكان يجلس أمام دكانه